يعني رح نضل نحن والمشاهدين بأجواء الفن والمسرح والسينما. وصارت معنا هدى مثل كل يوم تاني لحتى تخبرنا آخر أخبار الفنانين. صباح الخير. صباح الخير. كأنه كانت ما بدها تصبح عليكي. ما رجع بعدك. طب صبحت علي من شوي يعني. عم نمزح اكيد يسعد صباحك هدى. يعني مو بس صبحت. هي صبحت هدى فيني انه شو فتحنا سير. نحن يعني طبيعي يعني نحن وهذا مو اول لقاء يعني نحن تحت الواصل لساعه عم نشتغل شعر ومكياج ونحكي بس مع العالم. لا لا لا. حالنا على كل العالم خير وبركه. على مشاكلنا. يسعد صباحكم ميشلين. صباحك يا رب. رنوش. ويسعد صباح كل يلي عم يحضرونا. مثل ما قالوا الصبايا حكمل بالاخبار السوريه، حكمل بالاخبار الفنيه، يعني هيك مسرحنا السوري ما وقف، عم يعطي، عم مستمر بالعطاء، ونحن بحاجه هذا العطاء للصراحه، بحاجه مسرح اكثر واكثر واكثر من كل الفنانين. اما درامانا يعني وليست فقط قصدي انا الدراما السوريه، دراما خليني اقول العربيه المشتركه هي كلنا اكيد من حقنا نحن كجمهور. امبارح يا صبايا الفنان قصي خولي عبر او مو عبر خبر العالم عن الوسم بجزءه الثاني. تمام. هلا الوسم بجزءه الثاني كثير عالم ناطرته. الوسم بالجزء الاول كان مؤلف من 7 حلقات، كثير عالم حبت هذا المسلسل وحضرته هو اكيد على المنصات الالكترونيه. انا صرت بالحلقه الخامسه من الجزء الثاني. حلو كثير. بك انت بس وليش امبارح خبر؟ لاقول لك شو لحلك شو خبر انه في جزء ثاني. تمام. حينعرض قريبا وانه 7 حلقات. وعدا عن هيك يعني ميشا من الجماعه يلي حضروا، لانه هو وصى قال بالحرف الواحد انه يلي ما حضر 7 حلقات الماضيه يحضروا ويكملوا يعني. ايه لانه اذا ما حضرتهم حيصير عندك 14 حلقه من الوسم لتحضروا. فانا ورنا من جماعه ال 14 حلقه ميشلين بقيان لا مش حلقه 3 حلقات بيمشي الحال. وهلا اكيد 7 ناقص 4. المهم انا كثير سريعه بالرياضيات يوم يوم بحبها. فاكيد شو اسمه كركبت اختي بطبيعه المعدنيه لهم يلي بيحبوها ويلي بيدرسوها. حرام امبارح التواسع واليوم البكالوريات يعني ورياضيات. ان شاء الله يكونوا عملوا منيح اليوم ماده الرياضيات للبكالوريا. فبالتوفيق لكل يلي عم بيقدموا. يمكن خلصوا هلا بالتوفيق اكيد بكل الامتحانات يا رب. حنرجع اكيد للوسم. فهو قال احضروا انا بدي اياكم تعطوني نصايحكم. تمام. تعال شوف قصي خولي كيف خليني اقول روج للوسم بالجزء الثاني، وبرجع لحتى اكملكم اخباري وقلكم شغله كثير صغيره عن ترويج قصي خولي للوسم بالجزء الثاني. الوسم الجزء الثاني نزل على منصه شاهد بكامل حلقاته 7. طبعا الجزء الاول كمان موجود كمان 7 حلقات، يعني في 14 حلقه. اللي حضرنا بالاول بتمنى يحضر الثاني وتقولوا لنا رايكم. هلا عم نقدم شيء جديد مختلف محبب. اللي ما حضرنا ابدا فصار عنده 14 حلقه لحتى يحضر. تحياتي. هلا في عالم قالت انه لا تروج ده قصي خولي. في ناس فكرت هذا النوع من الاعلان انه هو اعلان للوسم بجزءه الثاني، انه ليش عم بيقول انه معقول ما انحضر الجزء الاول، معقول ما في هي الايرادات، ليش لا يطلع قصي خولي بهذا الفيديو يلي هيك مدته كثير قصيره مثل ما شفنا ويعبر. في ناس لا شفتها من ناحيه ثانيه انه مثل اي فنان عم بيخبر عم يخبر العالم. العالم شو عنده. تمام. طبيعي. والسوشيال يعني. ميديا عم تعطينا هذا الخط سواء كان لفنانين او لاشخاص متابعين للاخبار الفنيه. تمام. فدائما في شقين. انا بحس الفنان قد ما بلغت شهرته مين ما كان يكون مو انه هو ما له بحاجه لدعايه، هو لازم يعني السوشيال ميديا عم تساعد الفنان بالترويج لاعماله بالترويج. طبعاً. لكل شيء، فهو ليش لحتى ما يعلن؟ ما بعرف. إيه ما انه سلبي يعني. في ناس شافت هذا الانتقاد سلبي، انا اعتقد انه ما انه سلبي، بالعكس هو شيء صحيح، شيء مكمل اكيد لاي فنان بغض النظر عن المراحل المتقدمه يلي واصل لها. نوال الزغبي متبعه نفس هذا الاسلوب بصراحه، صفحاتها على السوشيال ميديا بتخبرنا فيهم كل شيء، ولكن في لقاء عملته مؤخرا حكت فيه هيك اكثر من تفصيل انه الدراما ممكن تمثل فيها اذا كان مسلسل بيتالف من 8 حلقات، بالاضافه حكت عن مشاريعها الجديده، وصفحاتها على السوشيال ميديا بتخلينا نعرف شو عندها. عندها حفل بدار الاوبرا قريبا بمصر طبعا، يا ريت عنا ان شاء الله. نحن بانتظار هي اكيد انه تجي على سوريا ونحضر سوا النجمه الذهبيه نوال الزغبي، ولكن الجمهور المصري
محب للنجمة الذهبية وهي بتعرف قديش بحبوها، فهي قالت لهم أنا جاي لعندكم نفرح سوا ونغني سوا. بالإضافة أنه هلأ نوال الزغبي عم بتحضر لمجموعة أغاني، هي دائماً بتقول عن حالها أنه أي شيء بتعمله رح يكسر الدنيا، هي بتعرف هذا الشيء، هي متأكدة من هذا الشيء. عملت 3 أغاني صاروا نوعاً ما جاهزين، وهلأ عم تختار أكيد أكثر مع أمير طعيمة أكيد المصري، هي أغلب الأغاني اللي بتنزلهم المصري وشكله الجديد أغلبه بالمصري، فالعالم ناطرين نوال الزغبي وبيعرفوا أنه بالصيف دور النجمة الذهبية تأخذ كل هالأضواء، فإحنا ناطرين لنشوف الجديد، لنشوف شو اللي حيكسر الدنيا من أول وجديد. وأنا أكيد جبت لكم أحدى أغاني نوال الزغبي اللي لهلأ مكسر الدنيا، نسمع شوية تكسير بتكسير من الصبح. نوال الزغبي صراحة يعني ما فيك النجمة الذهبية. خلونا نسمع هيك مقطع صغير وبرجع حتى كمان لكم أخبار. يعني نحن حديثنا تحت الهواء مثل أي صبايا، شو حلو الفستان، إنه مو معقول شو لابسة حلو. طبيعي يعني عن جد شو بيلبق لك كل شيء بتحسي، مع انه في ناس دائما بينتقدوا مثلا المكياج اللي بتعمله انه هو دائما في فرق باللون، هيدا من اهم الانتقادات اللي بتتوجه لنا. هي بتعمل مكياج لحالها مره حكينا مزبوط. اه جد هي مكياج بيضة كلياتنا يا اخر الوقت انا جايين على وهلا بنقعد شوي عملوا لهم للصبايا الرقبه كثير مهمه اكيد، وهي دائما للاسف تكون هاي التعليقات عليها. راغب علامة، كنا عم نحكي على أهمية السوشيال ميديا وقديش الفنانين عم يتبعوا هذا الأسلوب. راغب علامة نزل لنا برومو كتير صغير لأغنية جديدة اسمها تعالالي، وأكيد في صبايا شكلهم كتير معه حلوين بالفيديو كليب مثل أغلب الفيديو كليبات، ولكن يبدو الأغنية جميلة جدا، هو مقطع كتير صغير، تعالوا نسمعه، تعالوا نسمعه هيك هذا البرومو لهي الأغنية، ونحن بانتظار أكيد تنزل كاملة، بس خلونا نشوف كيف قال لنا انه حضر صار جاهزه الاغنيه مع فيديو كليب واغنيه مسجله وبرجع. عيني ما قبلتش جمالك في الدنيا بحلها، ببعت لعنيكي تحيات، الرقه دي قلبت حسابات، تستاهلي اعيش لك وحياتي جنبك اكملها. يعني هذا البرومو صار اهم شيء باي اغنيه بحس، انه تصير العالم عن جد بدها تعرف شو عم بيصير، وهيك بيعطوك هيك مقتطفات صغيره كثير من الفيديو كليب من الاغنيه، بصير عندك هيك فضول وفضول. بس هي تعاليلي باي لهجه؟ تعاليلي تعاليلي مصري مصري تعاليلي اعتقد مصري. اوكي يا اختي تعالي تعاليلي لي تعاليلي يعني تعاليلي يعني لعند هو احنا حدا عم يقول الكلمه هيك بيحس انه غلط انه تعاليلي. هلا لو لهجه بيضا كان اسمها الدنيا تعالي عندي مثلا يعني من الاخر كنا احنا عم نفند ونشتغل. حيكون عنده يوم الخميس اخر هذا الاسبوع حيكون عنده حفلة بمصر كمان بالتجمع الخامس، هلأ بقى كلهم هيك بيتوجهوا لدار الأوبرا بتصير، وحتى نحن هون إن شاء الله يا رب هيك عم نسمع أنه في مجموعة حفلات لمجموعة كتير كبيرة من الفنانين رح يجوا كمان على سوريا ننبسط نغني معهم، ولكن هلأ اتجاههم يبدو على مصر. تمام؟ طبعاً هاي الأغنية هي من توزيع الموسيقي لتوما، طبعاً هذا توما هو من أهم الموزعين الموسيقيين بمصر، وبصراحة في عنده تعاون تاني مع محمد حمائي اساسا هن. يعني ليش انا ذكرت موضوع الموزع الموسيقي توما؟ يمكن بس لحتى احكي لكم عن العلاقه بين فنان وبين موزع موسيقي قديش بتلعب دور، يعني بين محمد حمائي وتوما في مجموعه كثير كبيره من الاغاني، ولكن من اول الاسبوع الماضي كان في لقاء مع محمد حمائي هيك مداخله تليفونيه مع توما، فحكوا شوي عن علاقتهم مع بعضهم، العلاقه كثير قوية خليني أقول. يعني مثلاً ممكن حمائي يلحنوا قبل ما تنكتب الكلمات، ممكن يخطر بباله مثلاً توما توزيع موسيقي معين يختلف عن شو ممكن تكون الغنية. فهذا دليل قديش في صداقة وقديش عم يقدروا يعملوا شغل حلو. طبعاً في أغنية عم تتسجل حالياً، أغنية صيفية أكيد بالتعاون بين محمد حمائي والموزع الموسيقي توما، مثل الأغاني اللي أصدرها أساساً مؤخراً مثل كان يا مكان، هي كانت من أهم الأغاني اللي نزلها حمائي الفترة الماضية، بالإضافة أنه كان في عنده حفل جداً مهم عمله مؤخراً. تعالوا بس لورجيكم الأجواء والطريقة الجديدة تماماً، يعني الطريقة الجديدة لكواليس الحفل لكيف عم بيصير. حمائي يبدو فايت بهذا الخط. هلا مثلا في فنانين بيصوروا بس اجواء الحفل، الجمهور كيف عم بيغني او شو غنى، لا حمائي هيك عم يرجعنا شوي لورا، هيك
لورا لورا المسرح يعني. ايه وعم بيصير في مزح بينه وبين هذا المصور يبدو او صديق من اصدقائه عم بيحاول يوثق له كل شيء، بس يمكن حماقي ما كثير حابب هاي الطريقه، عم يستفزه شوي. خلينا نشوف هذا الفيديو سوا. اما اخر خبر معي لليوم فهو عن ميريام فارس. ميريام فارس من يومين نزلت، خلونا نشوف هذا البوستر يلي نزلته. كل العالم بانتظار حفل ميريام فارس وفارس كرم. يا ولا على الحفل، تخيلي تماما هيك العالم، هيك العالم بانتظار هذا الحفل. نظامي عقولة مشلين يا ولاه على الحفلة. حفلة فيها النوعين، فيها الجبلي والرقص، وفيها بقى الشو بتكون عم تعمله ميريام فارس بكل الحفلات يلي عم تعملها. ميريام خبرت طبعا هذا الحفل حيكون بالسعودية بجدة، حيكون الخميس الجاي، وقالت كمان نزلت اكيد على صفحاتها على السوشيال ميديا انه انا كثير مبسوطه اكون معكم. واساسا هي اغلب الحفلات هي بالخليج العربي، بتحب تروح لهونيك سواء كان اعراس سواء كان حفلات خاصه او حتى حفلات على مسارح مهمه بالخليج العربي، وبتعرف قديش لها جمهور هونيك. فكيف مع فارس كرم؟ عن جد هذا اللقاء منتظر من زمان، وفارس حفلاته اساسا حتى وقت كان بسوريا حفلاته جدا جدا جميله وبيعمل هذا الجو، وهو حدا كثير خليني اقول هيك قريب للقلب وبيعرف كيف يكون او يغني للجمهور الشيء يلي بده يسمعون. بالاضافه ميريام فارس احتفلت اكيد مؤخرا كان مرور سنه للفيلم الوثائقي يلي نزل اكيد على نتفليكس، اللي هي كانت اول فنانه عربيه بينعمل لها فيلم وثائقي على نتفليكس، يعني كان هذا النقله النوعيه اللي حكت لنا فيها كل تفاصيل زواجها، بالإضافة للإجهاض يلي صار أكيد قبل طفلة الثاني، وكتير تفاصيل هيك فوتتنا لبيتها. بس لهلأ ما عرفنا مين ماخدي ميريام فارس، ولا لح نعرف ما حدا رح يعرف، ولا لح نعرف مين ماخدي. وكتير عالم عن جد ناطرة تعرف شو شكل ابنه وجوزها، صار في اثنين يعني. أنا بس اللي بستغربه شغلة إنه معقول لهلأ ولا حدا سرب صورته ولا حدا لقطها، يعني رفقات ما عم تطلع برا البيت يعني؟ طبعاً طبعاً، وفي رفقات كتير مشتركين إنه هيك يبدو حالفين يعني، عرفتي كيف؟ عاملة كتير كنترول على الموضوع، عاملة كتير كنترول على الموضوع. وعلى فكرة هذا الشيء كتير جميل لأنه احترام كافيه مثلاً يتصور شي صورة تنزل شي صورة، ما بتوقع بيعزوا بهيك محلات يعني. ممكن بس الاصدقاء مع حق مشلين انه الاصدقاء انه ليش ما سربوا يعني. يمكن هذا الوفا، يمكن شكله اللي حواليه اصدقاء حقيقيين للصراحه. ولهيك خلصت لليوم فقرتي، ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي. وين تشوفي الاسبوع الجاي؟ ما جايبت لنا غنيه، هلا شوفوا شو جايبت لكم. هلا اكيد العالم اللي ما صح هلا بنكسر الاستوديو يلي ما صحصحوا حيصحصحوا على هالغنية، على هذا الحلو يعني. هي اهم اغنيه عملتها ميريام فارس مؤخرا، انا من امبارح وقت طلعتها لليوم وانا عم غني علقانه فيها اكيد. هلا لبكره حتضل. شكرا، ميرسي، بدنا نشوفك. شكرا كثير، تفضل.